هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير فتة الدجاج بأسهل وأطيب الطرق. أول شي حنبلش بالمكونات. بدنا لبن، طحينة، دجاج مسلوق، مرقة الدجاج المسلوق، بدنا كمان خبز، حامض، ثوم، ملح وفلفل، وكمان إذا بدكن تنكهوها أكتر فيكن تدوبوا شوية سمنة أو تحطوا سماق بقدونس وكمان مكسرات. ورحنا هون ما حطينا المعايير عشان الكمية بتعتمد على حسب انتو كيف بتحبوها وحسب الرغبة. ويلا لنبلش. أول شي ضفنا اللبن، بعدين الثوم، بعدين حطينا الحامض، بعدين ضفنا الطحينة، وهلأ حطينا الملح، وبعدين حركناهن كتير منيح لحتى انخلطوا كل المكونات مع بعض. وهلأ بالصينية اللي بدنا نقدم فيها منقطع الخبز لشقف صغار مثل ما شايفين بالفيديو، بعدين منحط الملح ومنضيف مرقة الدجاج المسلوق. وهلأ بالمعلقة منحرك هيك شوي الخبزات عشان نتأكد انه المرقة وصلت لكل الخبزات. وهلأ منضيف مزيج اللبن اللي حضرناه قبل شوي معكم. ومنوزعه كتير منيح على كل أنحاء الصينية بالتساوي، وبعدين منضيف الدجاج المسلوق. وهلأ رحنا هون زيناها، وكمان عشان الطعمة حطينا شوية فلفل وكمان سماق حطينا. وهون هلأ حطينا السمنة، يعني كانت أكيد حامية، وكمان زيناها بالبقدونس. وانتو كمان فيكن تضيفوا من عندكن شوية مكسرات مقلية بتعطيها طعمة أحلى وأطيب. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملولنا لايك وسبسكرايب. باي.